صاحب العلامات مع نجوم المطربين مع عمرو دياب وراغب علامة وأصالة، أفضل موزع موسيقي عادل حقي. موزع موسيقى عادل حقي، محسود على عودة. مساء الخير، مش هطول عليكم. بشكر طبعا دير جاست جدا، وبهدي الجائزة دي للفن عامة، ووجودي النهاردة وسط عمالقة من الفنانين والإعلاميين شرف كبير بالنسبة لي. بشكركم جدا. أفضل صوت صاعد أحمد باتشان. أفضل صوت صاعد أحمد باتشان. مساء الخير. اولا انا مبسوط جدا جدا ان انا دي اول مره في دير جيست، مبسوط بالتكريم. يعني كل الناس عارفه ان الوقفه دي فيها توتر، بس انا بصراحه عايز اشكر شخص هو اكتر شخص مهم في حياتي، هو الاستاذ ياسر خليل. هو منتجي وصاحبي وطبعا عايز اشكر الاستاذه هاله حجازي على دعمها، وشركة نجوم ريكوردز، وكل الأساتذة الملحنين والشعراء. ومبسوط إن أنا كنت موجود مع كوكبة كبيرة من النجوم، وشكراً جداً. ومسك الختام، الفيلم اللي حقق أحلى أعلى إيرادات، الفيلم اللي حقق أعلى نسبة مشاهدة، فيلم العام. أفضل مخرج سينما أحمد علاء. داخلين على المكان يا يونس. إذا أنت عندك هدف أنا كمان عندي نفس الهدف. أمشي وأجي لك كمان ربعاية. حط صبع يا عم رامبو. هو المكان بيقفل إمتى؟ تركب أول طيارة على بلجراد. توكلنا على الله. مو قلت لك رح تحتاجني؟ يدوم العز يا قمر. أسعد، أنت ممكن تقول لي ميدو عادي. تحية لأفضل مخرج سينما بشكر دير جيست طبعا، بشكر حضرتك، وبشكر كل زملائي اللي كانوا في العمل ورا الكاميرا وقدام الكاميرا، وبشكر شركة الإنتاج اللي اتحمست للعمل، وبشكر كل اللي صوت الفيلم، ومتشكر ليك كلكم. شكرا. وأخيرا ومسك الختام، أفضل فيلم هذا العام فيلم العارف، المنتج ياسر هويدي. أنا مش هرحمك يا راضي، وأنا مش هنساك يا يونس. الناس بتموت بمعاد يا يونس، الضعاف والفشلة بس هم اللي بيتعلقوا بالأسباب، عشان كده أنا بقيتش أنفع. تحية الفيلم العارف تنفع ولا لا؟ فيلم العام بنجومه وإيراداته وإبداعاته، والمخرج والنجم أحمد عز، وكل المبدعين اللي شاركوا في الفيلم. وخليك معانا، بدعوا كل الفائزين صورة جماعية على خشبة المسرح. يا بومبا يا لذيذ،
يا قشطه على مربى يا زاهر. مين اللي لسه معانا؟ جمال سليمان، كل النجوم اللي حصدوا معانا الجوائز النهارده، صوره جماعيه، مبروك دير جيست، مبروك ماجد وداليا. وداليا عايزه تشكر احمد فايز اللي عمل لها الفستان الحلو الاصفر، وشكرا لكل واحد تعب وشارك وساهم في نجاح النهارده دير جيست الدوره ال 18. ان شاء الله نكون معاكم ونحتفل بدورات ناجحه. بومبا يا احلى بومبا. كل النجوم اللي شاركوا معانا، صاحبة السعادة هشام جمال لذيذ، بومبا احمد زاهر، ليلى زاهر، بس انا برضو ما حدش يجي عليا، حماده هلال المداح، حطوا لنا حطوا لنا اغنيه للمداح هيغني معانا اهو، عايزين بقى حاجه للمداح. كل المبدعين، كل المصورين هنا، كل المبدعين يتفضلوا، صوره جماعيه، قنواتنا الفضائيه اللي ابدعت السنه دي، نجوم الدراما، الفنانين، المنتجين، المخرجين، المذيعين، بطلة مصر الجميلة اللي شرفت اسم مصر، ماجد حسني، داليا، استجدعنا يا ما زمان وجبرنا خواطرنا، لطفنا لازم نتعلم عادي وما يقعش الا الشاطر. احنا تحية للمبدعين نجوم مصر اللي ابدعوا السنة، من غلطاتنا لازم نتعلم عادي وما يقعش الا الشاطر. طيبة قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم اخلص منهم وابعد عنهم وهندمهم اوي على كل ودلوقتي العشره